السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن قدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم.